بتتبرع بمقابل مادي يعني، يبقى مش بتتبرع. بس الاوراق كلها اوراق ايه بقى؟ خلصة. انت كده مش بتتبرع، انت كده بتبيع. المطلوب بيحاسبنا ب 40. ب 40 هو خد كام؟ هو خد 20. طيب يبقى انت واخد 20 زي 6000. ما هو بيتقسمه على علينا عليه بونتو. ايوه، ما انتوا الواحد اللي بيجيب واحد بيتقسم المكسب بتاع الكليه على المجموعه كلها. الطقم ده بيجمعكم على القهوه، انتوا متبرعين، بيقابلكم مع الدكتور. ايوه مش كده؟ وبعدين الدكتور بيعمل معاكم ايه بقى؟ بيتكلم معانا وبيقول بيتكلم بايه يعني؟ بيقول لك روح اعمل تحاليل وبتاع. كويس. طب يدينا كل واحد 50 جنيه مصروف. اشتغلت شويه مع الحاج امين وبعد كده عملت له تحاليل، اشتغلت لوحدي، اشتغلت مع الدكتور وليد بعمل له تحاليل. مين عرفك على الدكتور وليد؟ اه في طريق المستشفى وهو كان بيروح الوزاره. وليد كان بيروح الوزاره واتعرفنا عليه. اتعرفنا عليه هناك واشتغلنا معاه. كان بيديك كام المفروض؟ كان اقسم بالله كان بيديني 50 جنيه كل يوم. راح تدفع 500 جنيه وادوني 19 ونص. انا لما تلاقيت عندي حصوه اقول لي ممكن تتبرع بفص. بفص كبده. انت كنت هتتبرع بايه؟ كبدتي. انت قدرت كليتك ب 20,000.